لا، راح نقولوا البديل الأول. عندنا مصطلح ظهر جديد وهو العطلة الرقمية. العطلة الرقمية هي هذه العطلة الإنسان يبدأ يستغنى فيها على استعمال الهاتف النقال، يبدأ باليوم واللي يكون بزاف أطاشي ليه يقدر يبدأ بالساعة بثلاث ساعات أنه ما يستعملش. أكيد يغلق لي نوتيفيكاسيون باش ما كل دقيقة يعاود يرجع التليفون، شكون بعث له، على شكون يرجع، على شكون. هذه نقدر نبداوها بالساعة ولا بالساعتين ولا باليوم. اللي عنده الصبر انه يقعد يوم يقعد. هذه وسمها العطله الرقميه، انه يعزل نفسه عن وسائل التواصل الاجتماعي باش يقدر يبعد على الهاتف النقال. عندنا بالاضافه الى العطله الرقميه، نعاودوا نرجعوا للاشياء اللي الريلز السريعه والفيديوهات. سابقا كنا تفرجوا السلاسل ولا المسلسلات، نعم سلسله ولا سيري تاع افلام في التلفزيون. هذه أحسن من أنه نتفرجوا في الهواتف النقالة اللي نكون قاعدوا دائما مرتبطين بها ارتباط هذاك، حتى يرجع إدمان أو هوس أنه لازم نقعد نقعد في التليفون أو في الشاشات في اللوحات الرقمية. نقولوا نعوضها بالهواتف. عندنا كذلك في الأوقات الفراغ نقدر نعوضوا اللي يكون بدائل. عندنا الكتابات اللي يقروا الكتابات الورقية. كذلك عندنا بالنسبه للاشخاص اللي يكونوا مدمنين هذاك الادمان اللي ما يقدروش يبعدوا على الهواتف، يديروا تجمعات في البيت، انه هذاك التواصل يكون مع الناس اللي قاعد معاهم في البيت احسن. بالدردشه الحقيقيه. اكيد الدردشه الحضوريه مع العائله ولا مع البيئه ولا مع بيئه العمل. كذلك في بدائل اخرى اللي تخلينا نبعدوا على استعمال الهاتف النقال. عندنا الهوايات، وهذه الهوايات كل انسان ونلقى راحته، لانه الهوايه هي اللي تخلي لي الدوبامين تاعي انا طالع. اكثر من اني نكون مستعمل الهاتف النقال واني مرتبط بهذاك الارتباط الكبير. عندنا الهوايه، هذه كل شخص وهوايته المفضله. حتى بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش هواياتهم ولا البدائل تاعهم يقدروا يحوسوا عليها. يقول لك كامل، يقول لك هوايتي الهاتف النقال. اكيد اكيد اكيد. درك ولو بالنسبه انه الهاتف استغنينا على كل الحياه الفعليه والحياه التطبيقيه، استغنينا كل الانسان ولا عايش غير في الهاتف النقال ولا فرد من العائله. اكيد لا، مشي اكثر من فرد في العائله. فبعض الاحيان ما نتواصلوش مع افراد العائله، ونتواصلوا اكثر مع الهواتف النقال. هنا كذلك من البدائل ان نسترجع هذيك العلاقات اللي نتواصلوا فيها مع الافراد العائله، مع الزملاء في بيئه العمل. نفضلوا ان نخليوا الهاتف النقال. بالنسبه الهوايات، كل واحد هوايته الخاصه اللي خير فيها تكون عنده هذيك المتعه الوقت اللي يقضيه في الهوايه باش يقدر يتخلى عن استعمال الهاتف النقال. هو اللي خلينا نشغلوا بزاف بالهاتف مش الاتصالات لطفي، عاده التطبيقات صح. مواقع التواصل اللي يدونا في هذه النقطه. ايمان نقول انه لازم النوتيفيكاسيون الاشعارات نحيو لهم الصوت تاع كل دقيقه يلحق اشعار، ونروح نرفض التليفون نشوف شكون اللي بعث لي، على شكون لازم نكومونتي، شكون لازم نرد. نخصص ساعه في نهايه اليوم اني نرد على كل الاشعارات، نرد على كل الرسائل. اي مش بشرط تكون في نهايه اليوم، ممكن تكون في وسط اليوم ولا هذيك الساعه اللي رد فيها على الاشعارات اللي يكونوا لحقوني طيله اليوم. لانه لو كان كل ما يلحق اشعار ونسينا نرد عليه ولا نشوف ولا شكون الفيديو اللي طلع جديد، شكون الشيء اللي راهو جديد وش كاين، نقعد اطاشي لهذاك الهاتف، نقعد مرتبط به. هذه وفيه تطبيقات كذلك في الهاتف تساعد على تنظيم وقت استعمال الهاتف وكذلك. نعم كاين تطبيقات تساعدنا على انه نكونوا في عزله على الهاتف، لانه كذلك اصلا هي الوسائل او التطبيقات اللي نتواصلوا بها صممت خصيصا باش يقعد الانسان اطاشي للهاتف، صممت على خلفيه نفسيه للشخص اللي يكون متصفح لوسائل التواصل الاجتماعي، كما مثلا التيك توك اللي يبداو يطلعوا في ما تحبسيش الفيديوهات يبداو يطلعوا. خصيصا او صمم خصيصا باش يقعد الانسان دائما هذا الهاتف في يده. دونك كاين تطبيقات واحد اخرى تخلينا نكونوا في نبعدوا على تساعدنا ان نبعدوا على الهواتف ولا على اللوحات الرقميه.